من باكورة عمل المؤتمر الاقتصادي، وفي يومه الثاني تم التوقيع على 6 مذكرات تفاهم في مجال الكهرباء بين مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. الاتفاق جاء لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم وطاقة الشمس والرياح. محطة لفحم 2000 ميجاوات المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية 2000 ميجاوات، هيكون التكلفة كلية المشروع حدود 7000 مليون دولار. أعلننا عن محطة سيوة في السنة الماضية بمساحة 10 ميجاوات في مصر، وعندنا أيضا خبرة في طاقة الرياح عن طريق مصفوفة لندن، والتي تعتبر أكبر مصفوفة رياح في العالم من ناحية البحرية. ومن بين هذه الاتفاقيات تلك التي وقعت مع الجانب الصيني ممثل في إحدى الشركات الخاصة في تطوير الشبكات، وهذه موجهة إلى الشركة المعنية بنقل الكهرباء في مصر. الكهرباء هي المحور الأساسي اللي على أساسه بيتم الاستثمار، فطبعا كل ما بنعمل حاجة ونضيف قدرات إضافية للشبكة ده كل ده بيؤدي إلى استقرار التغذية بالطاقة الكهرباء والمحافظة على أمان التغذية باستمرار. ومع استمرار مرحلة التوقيع وقع أيضا مع بنك التنمية الإسلامية على 4 اتفاقيات تدعم قيمته 3.8 مليار دولار مخصصة في مجال تطوير الشبكة الكهربائية ومطار شرم الشيخ والمنطقة السياحية بمدينة شرم الشيخ وتحديث إحدى معامل البترول في أسيوط. في الحصول على القروض والمنح، والقروض بتبقى ميسرة يعني شروط جيدة وبتتفق مع أولوياتنا، لأن احتياجاتنا طبعا زي ما حضرتك عارف مشكلة الطاقة ومحاولة حلها، فأغلب يعني المساعدات اللي بتجيلنا من البنك الإسلامي بتبقى في مجال الكهرباء والطاقة. 3.8 مليار دولار أمريكي من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز التعاون مع أهلنا في جمهورية مصر العربية، ونحن أيضا نهنئكم ونبارك لكم هذا الجمع الكبير وهذا التأييد الكبير الذي انصتنا إليه، ونحن سعداء بالأمس. واليوم أيضا نرى رجال الأعمال بين ساحات ومنتديات هذا اللقاء المبارك، ونحن واثقين رجال أعمال حينما يلتقون دائما يلتقون على ما يسمى بالبزنس. كما تم التوقيع أيضا على اتفاقية إطار بين البنك الإسلامي وبنك الاستثمار العربي لإنشاء شركة معنية بالتأجير العقاري. عندك البنية الأساسية لكن عايز التمويل وما عندكش القدرة، أنا بتملك لك وبأجره لك، ودي أول مرة تنشأ في مصر مثل هذه النوعية من المشروعات. فكوننا شركة برأس مال 150 مليون جنيه، يعني في حدود 21 مليون جنيه مليون دولار بين بنك الاستثمار العربي اللي بشرف برئاسته وبين المؤسسة الإسلامية للقطاع الخاص اللي هي إحدى المؤسسات المملوكة لبنك التنمية الإسلامي، وهي عندها من هذه الشركات عدد، في عندها في البحرين وعندها في الإمارات وعندها في بعض البلدان الآسيوية، ونجحت جدا هذه الصيغة لأن هي دي اللي بتقترب إلى طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. العقارات ما فيش ما يمنع، لكن احنا حطينا 20% حد أقصى لتمويل العقارات عشان نحدها، عشان لأنها دي احنا مش قصدنا الربح السريع، ولكن قصدنا تنمية المجتمع، التكامل بين المشروع الكبير والمشروع الصغير والمشروع المتوسط. بتوقيع هذه الاتفاقيات ينتقل المؤتمر الاقتصادي إلى طور جديد ومرحلة يتلمس فيها المشاركون